أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت مجهر النقد، ولكل أحد حق انتقادها وبيان عوارها أمام الملأ؟ طيب، نقول هذا جب لنا هذه العيوب ولو عيبا واحد، قول جب لنا العيوب اللي في دعوة الشيخ، جب ما يستطيع ولا عنده شيء، لكن تسويق، أخذ التسويق فقط. نعم، هذا نحن نتحداه يجيب لنا ملاحظة ملاحظتين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نتحداه. نعم.